مساء الخير. المعروف انه العسل لونه بني بس ازرق، شيء غريب. هذا اللي تم اكتشافه بفرنسا، خلية نحل بتنتج عسل ازرق، والسبب حسب اعتقاد رئيس نقابة مربي النحل مواد زرقاء او مخلفات عضوية جمعها النحل لانتاج العسل. الطقس لبكره بلبنان غائم جزئيا الى قليل غيوم مع ارتفاع اضافي ومحدود بدرجات الحراره. بنبقى هلا بجوله على معدل درجات الحراره ببعض المناطق اللبنانيه، وبنروح سوا الى شمال لبنان وتحديدا الى عكار، حيث عم بتسجل بعكار 12، طرابلس 21، جبال 20، برمانة 20. بننتقل الى بيروت 20، صيدا 21، بنت جبال 15، نبطية 16، رشية 16، زحلة 13، برمانة 20، بعلبك 10، والأرز 6، الهرمل 16. الرطوبة بتتراوح بين 35 وال 55%، حرارة سطح المي 23 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون شمالية غربية. كيف رح يكون طقس اليومين الجايين؟ خلينا نشوف سوا. لليلة 14 أدناها، نهار الخميس بتسجل أدناها 14 أيضا، أما أقصاها ف 25، والجمعة بتتراوح بين 14 و 26 درجة طقس عم بيكون غائم. نبقى هلأ بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. الكويت 18، الرياض 12، صنعاء 18، بننتقل إلى رباط 12، الجزائر 11، نواكشوط 25، باريس 4، برلين 3، وروما 10. هيدا كان كل شيء. باي.